الكرة في ألمانيا والكرة في إنجلترا هتكون محور الفيديو كونفرنس النهاردة، لأنه ببساطة شديدة جدا معانا واحد من نجوم المنتخب الألماني، وكان واحد كمان من نجوم ليفربول الإنجليزي ودورتموند الألماني، كارل هاينز ريدلي، نجم منتخب ألمانيا ليفربول دورتموند، وبالمناسبة كمان كان بيتولى مسؤولية تدريب فولام الإنجليزي. هيكون معانا طبعا على شاشة الأهلي في السادسة. بداية طبعا بشكرك على وجودك معانا وأهلا بيك في السادسة. يا انا سعيد ايضا لك، اهلا وسهلا. يعني الحقيقه هبتدي معاك بما انك انت كنت واحد من نجوم ليفربول الانجليزي، خليني ابدا معاك بالنجم المصري محمد صلاح والارقام القياسيه والمستوى والاداء الجيد جدا اللي ما زال حتى اللحظه في تطور. رايك ايه في مشوار محمد صلاح وفي دخوله قائمه افضل 10 هدافين مع ليفربول الانجليزي؟ بكل تأكيد أنا من وجهة نظري ليفربول هو فريق رائع، فريق متكامل. محمد صلاح واحد من أهم وأحسن اللاعبين في العالم وفي ليفربول في الوقت الراهن. منذ انضم محمد صلاح إلى ليفربول وهو يظهر مستوى رائع ونتائج ممتازة بكل تأكيد. مين المنافسين الأبرز من وجهة نظرك لمحمد صلاح، مش بس في ليفربول ولكن في الدوري الإنجليزي بشكل عام؟ السؤال مرة أخرى، بسألك على مين من وجهة نظرك هم المنافسين. يعني محمد صلاح بقى واحد من أهم نجوم الكرة في العالم، بقى هداف مرشح دايما للقب هداف الدوري الانجليزي. من وجهه نظر ريدلي مين هم اللاعبين او الاسماء اللي بتنافس محمد صلاح في الجزئيه دي؟ اعتقد محمد صلاح كما ذكرت هو من افضل اللاعبين، رونالدو على سبيل المثال وميسي هم من افضل اللاعبين، ليفاندوسكي ايضا، مو أثبت أنه واحد من الأهم وهو أيضا في نفس المستوى كما ذكرت لحضرتك. في بعض الآراء بتقول أنه محمد صلاح هو الأقرب لخلافة الحقبة أو الفترة اللي كان فيها رونالدو وميسي هم الأبرز على مستوى الكرة العالمية، تتفق ولا تختلف مع وجهة النظر دي؟ أعتقد ذلك. محمد صلاح أيضا واحد من أهم الثلاث لاعبين، على سبيل المثال هذا الموسم ميسي ليس من أفضل ثلاث لاعبين في العالم في التقييم لهذا العام لهذا الموسم. أنا أعتقد مو صلاح هو الأفضل، هو وضع نفسه بكل تأكيد في نفس مستوى ميسي ورونالدو، وأعتقد أن مو صلاح طور نفسه بشكل كبير مع ليفربول وسيكون أيضا ودائما في الواجهة. أيضا يعني بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد ورحيل ميسي عن برشلونة، بعض التقارير ربطت اسم محمد صلاح بالناديين دول على وجه التحديد. من وجهة نظر كارل هاينز ريدلي، هل الأفضل لصلاح أنه يكمل مشواره الاحترافي مع ليفربول، ولا من الممكن أنه هو دلوقتي حقق نجاح لو خط تجربة جديدة مع أي من الناديين دول؟ أنا أسعد وسأكون سعيد جدا عندما يلعب محمد صلاح مع ليفربول لأعوام كثيرة والأعوام قادمة، فأنا سأكون سعيد جدا بكل تأكيد. أما إذا كان صلاح سوف يعني يذهب لريال مدريد أو برشلونة، أعتقد هو 29 عام، لم يعد صغير لحد ما، ولكن محتمل ربما يكون الانتقال لريال مدريد أو برشلونة هو خطوة كويسة وممتازة له في تاريخه، ولكن أتمنى أن يظل مع ليفربول. المردود اللي قدمه ليفربول في بداية مسابقة أو بداية السيزن في البريمير ليج، هل تعتقد أنه يسمح له بأنه هو ينافس بقوة على تحقيق لقب الدوري؟ بكل تأكيد هو يحتل المرتبة الأولى، المركز الأول في جدول الدوري، في يمتلك لاعبين رائعين
وأيضا يمتلك أفضل مدرب في العالم من وجهة نظري أو من أفضل المدربين، ويمتلك لاعبين زي مثل صلاح ومثل ماني وفيرمينو، أعتقد ذلك، أعتقد سينافس بكل تأكيد على تحقيق اللقب هذا العام. يعني لو طلبت منك تختار أفضل ثلاث أندية بناء على تقييم الأسابيع الأولى في البريمير ليج، أفضل ثلاث أندية لديهم القدرة على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، هتختار مين؟ مان سيتي ظهر بشكل كبير وقوي، أفضل ثلاث أندية تشيلسي ليفربول ومانشستر يونايتد من وجهة نظري. طيب من وجهة نظرك أنت اخترت ناديين بيتولى مسؤوليتهم اثنين مدربين ألمان، توماس توخيل لتشيلسي ويورجن كلوب لليفربول. ازاي بتشوف مشوار الاثنين دول تحديدا كمدربين المان، وانت كنت مدرب سابق لفولهام الانجليزي في البطولات الانجليزيه او في الدوري الانجليزي؟ بكل تاكيد نعم، يملكون بروفايل وكارير رائع. يورجن كلوب كان زمان مع بروسيا دورتموند في البدايه، ومنذ وجوده مع بروسيا دورتموند تطور، وهو يعد واحد من افضل المدربين في العالم بكل تاكيد. يورجن كلوب، توماس توخيل حقق الشامبيونز ليج الموسم الاخير وينافس بقوه ويظهر بشكل رائع، يمتلك فكر وفلسفه قويه تجعله هو ايضا واحد من اهم واقوى المدربين. انا اعتقد من وجهه نظري الاثنان يمتلكون كارير وبروفايل قوي جدا. هتنقل معاك من الدوري الانجليزي شويه للكلام على الدوري الالماني، ويمكن واحنا بنتنقل من دورين، يعني لو سالت اغلب جمهور الكره في العالم مين هو البطل المحتمل للدوري الانجليزي، هتجد اجابات كثيره جدا مختلفه، ناس هتقول يونايتد، ناس هتقول سيتي، ناس هتقول ليفربول، وناس هتقول تشيلسي، وممكن ناس ترشح فرق زي توتنهام مثلا. لكن لما تيجي تسال نفس السؤال ده او تكرر نفس السؤال ده في الدوري الالماني، فمعظم الاجابات هتكون اكيد بايرن ميونخ. بداية ازاي بتشوف انطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الألماني، ومن وجهة نظرك تقييمك لفكرة انه بايرن ميونخ هو المرشح الأوحد في ألمانيا لكل الألقاب دي، ممكن يكون تأثيرها ايه؟ بكل تأكيد أنا لا أرى أن هذا شيء رائع، لأني فان وأتابع وأحب بروسيا دورتموند، وأتمنى أن بروسيا دورتموند ينافس ويحقق أيضا ألقاب. بايرن ميونخ هو الأقوى كما ذكرت، نعم أتفق، وهو ومن أفضل الفرق أيضا التي تأتي بعد بايرن ميونخ كما ذكرت، بروسيا دورتموند، لايبتسيغ أيضا، ولكن بايرن ميونخ يمتلك الأفضل اللاعبين ودائما ينافسون على بطولات محلية، وليس فقط محلية بل بطولات عالمية مثل الشامبيونز ليج. فأنا أرى أن البايرن ميونخ هو في المكان الصحيح منذ أعوام، ينافس الفرق القوية، الفرق الأسبانية والفرق الإيطالية وكل الفرق في العالم بكل تأكيد. النسخة دي من الدوري الألماني من البونز ليجا، هل تتوقع أن يكون في منافسة قوية على اللقب، ولا برضو هيكون الأقرب ليه هو فريق بايرن ميونخ أو بايرن ميونخ؟ المنافسة دائما موجودة في البونز ليجا، بروسيا دورتموند على سبيل المثال ولايبتسيغ كما ذكرت، أعتقد هناك بعض الاضطرابات، ولكن سيظلون هم المنافسون الأقوى لبايرن ميونخ في البوندسليغا. بكل تأكيد بايرن ميونخ يسود البطولات ويمتلك كل القوة لتحقيق البطولات بكل تأكيد، ولكن سيظل بروسيا دورتموند أيضا منافس قوي. طيب المنافسة مش بس في الملعب، لأن في منافسة كمان على أسماء الصفقات، وبما أنك أنت واحد من جمهور الدورتموند ولعبت بالفعل لبروسيا دورتموند قبل كده، فبالتأكيد تألمت من عملية انتقال ليفاندوفسكي من دورتموند لبايرن ميونخ. هل تتوقع ان السيناريو ده ممكن يتكرر مره ثانيه مع ايرلينج هالاند مهاجم دورتموند الحالي؟
سؤال صعب. أتمنى وأعتقد أن هالاند سيظل وقت أطول مع بروسيا دورتموند. يسألون في أرقام كبيرة، يطلبون يطالبون بأرقام كبيرة في لهالاند، ولكن من وجهة نظري الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي مثل باريس سان جيرمان هم الفرق الأقوى والذين يستطيعون ضخ أموال وشراء هالاند. أما في البوندسليغا لا أعتقد أن بايرن ميونخ قد يسعى لذلك أو يدفع هذه الأموال في هالاند. طول عمر الناس اللي بتتابع الكرة الألمانية أو بتحب البوندسليغا بتشوف فريق دورتموند مهما استغنى عن أسماء نجوم عنده قدرة دايما أن هو يكون منافس قوي وأنه يقدم كرة ممتعة، لكن بالنسبة لهم علامة استفهام كبيرة جدا عدم قدرته على تحقيق الألقاب. وعلامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة لكم أنتوا حتى كمشجعين بروسيا دورتموند، ليه الفريق ما بيحافظش على نجومه عشان يقدر يحقق بطولة زي بطولة الدوري الألماني أو يحقق بطولة زي بطولة الشامبيونز ليج وهو دايما عنده اللاعبين القادرين أن هم يوصلوا للهدف ده؟ بكل تأكيد كان هناك لاعبين كبار فعلا مع بروسيا دورتموند، وأتفق معك لو حافظ بروسيا دورتموند على مثل هؤلاء اللاعبين لحقق بطولات ولا نافس بشكل أفضل على الشامبيونز ليج أو البطولات الأوروبية أيضا، أتفق معك بشكل كبير. ولكن المرتبات والأموال والقيمة السوقية للاعبين هنا تختلف. أعتقد أن هناك قاعدة أو استراتيجية لبروسيا دورتموند في بيع لاعبين أو تسويق هؤلاء اللاعبين الكبار، فهم يأتون باللاعبين ويعملون ويشتغلون عليهم لتطويرهم وظهورهم بشكل قوي. وأتمنى أن يحافظ بروسيا دورتموند على مثل هذه اللاعبين في الأعوام القادمة. خليني أخذك لمنافسة من نوع تاني بين دورتموند وبايرن ميونخ، ولكن المرة دي على مستوى اللاعبين. كتير من الآراء على فكرة بالمناسبة على مستوى العالم بتشوف أنه اتنين من أفضل المهاجمين في العالم دلوقتي بيلعبوا في البوندسليغا، تحديدا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند. ازاي بتشوف المنافسة بين الاثنين، قدرة اي اسم منهم على تحقيق لقب الهداف، وخصوصا ان هما الاثنين كمان بالمناسبة عندهم في رصيدهم 7 أهداف لغاية اللحظة دي؟ المنافسة رائعة وقوية بينهم بكل تأكيد. نعم نمتلك افضل لاعبين ومهاجمين في البوندسليغا، نعم أتفق تماما، وهم من أهم اللاعبين ومن أهم المهاجمين بكل تأكيد، ليس فقط في البوندسليغا. ليفاندوسكي وهالاند سيظلون دائما في المنافسة. أعتقد من وجهة نظري أن هالاند في الأعوام القادمة في السنتين أو الثلاث أعوام القادمين سيحقق المزيد والمزيد والمزيد، أعتقد ذلك. وأتفق تماما أن هالاند أمامه مستقبل رائع، فهو لاعب غير معقول، لاعب رائع من طراز كبير، يمتلك قدرات هائلة بكل تأكيد. هلا مين الأقرب لإحراز لقب الهداف في السنة دي؟ سؤال صعب. أتمنى هالاند أن يصبح هداف البوندسليغا لهذا العام بكل تأكيد، أتمنى هالاند. أروح معاك شوية للمنتخب الألماني، وبمناسبة الكلام على الاثنين الهدافين دول كبار طبعا في الدوري الألماني، مش غريب شوية أنه أبرز هدافي الدوري الألماني يبقوا واحد بولندي الجنسية وواحد نرويجي الجنسية؟ ألمانيا المانشافت اللي عودنا دايما على أنه راس حربة، بيقدم للعالم في كل جيل راس حربة من طراز رفيع. كل أجيال المنتخب الألماني قدمت رموز في مركز رأس الحربة، وفي الوقت الحالي ألمانيا تعاني بشكل كبير جدا من وجود رأس حربة بمواصفات إيرلينج هالاند أو بقيمة روبرت ليفاندوفسكي. سؤال رائع. لا أريد أن أدمج الموضوعين في بعض. كما ذكرنا وشرحنا، ليفاندوسكي وهالاند هم من أفضل المهاجمين،
فعلا ليس لدينا هذا المركز، لم يظهر بشكل قوي المهاجم القوي الألماني بكل تأكيد. فعلا أعتقد أن الفريق أو منتخب ألمانيا المانشافت في الأعوام القادمة يحتاج فعلا لتطوير هذا المركز لامتلاك مهاجم قوي مثل ليفاندوسكي أو هالاند. بكل تأكيد أتفق معك. إزاي بتقيم بداية مرحلة هانس فليك مع المنتخب الألماني، وهل شايف أنه المنتخب الألماني قادر على أنه يستعيد توازنه ويرجع لمكانته كواحد من أقوى المنتخبات على مستوى العالم وفرصه في نسخة كأس العالم اللي جاية 2022؟ نعم بكل تأكيد يمتلك سكواد رائع وقوي هذا العام مع هانز فليك. المانشافت الألماني أعتقد لديه استقرار أكبر عما كان في المرحلة السابقة مع لوف. أعتقد في قطر العام القادم كأس العالم سنظهر بشكل قوي، وأعتقد أن الألمان والمنتخب الألماني سيصلون المراحل النهائية ويحققون إنجازات أكبر مع هانز فليك. هانز فليك من وجهة نظري هو مدرب قوي ورائع، كما رأينا النجاحات والإنجازات التي صنعها مع بايرن ميونخ في الأعوام الماضية. أعتقد أنه سوف ينقل هذا النجاح وهذه القوة للمانشافت وسيخلق في هذا الفريق هذه القوة لتحقيق الإنجازات مع المانشافت الألماني. بعد كأس العالم يبقى سؤال أخير عن نسخة الشامبيونز ليج، اللي يبدو أن كبار الفرق في أوروبا جاهزة للاستماتة على تحقيق اللقب. عندنا فرق كبيرة ضمت عدد كبير جدا من النجوم، فريق زي مانشستر يونايتد، فريق زي المان سيتي، فريق زي بي اس جي، مع القوة التقليدية اللي تبقى دايما عندها فرصة في تحقيق اللقب زي مثلا ريال مدريد، زي اليوفنتوس، زي الانتر. ازاي بتشوف فرص الفرق الألمانية وخصوصا بايرن ميونخ في تحقيق لقب الشامبيونز ليج الجديد؟ كل عام فعلا نرى أن نفس الفرق هم المرشحين بكل تأكيد كما ذكرت، ولكن هذا العام مانشستر يونايتد على سبيل المثال فريق قوي، وأعتقد أنه سوف ينافس بشكل كبير. رأينا أيضا فرق ممتازة ورائعة، فرق على سبيل المثال سويسرية أو إيطالية، فرق ظهرت. وعندما نتحدث عن بي اس جي يمتلك ميسي ونيمار وامبابي، فريق قوي يمتلك سكواد قوي ايضا رائع. تشيلسي كما ذكرنا، نعم هم التوب، الفرق التوب واقوى المرشحين. اتمنى طبعا بكل تاكيد ان الفرق الالمانيه تجد حظوظا او يكون لها حظوظا اكبر في الشامبيونز ليج هذا العام. كل سنه يعني تختلف المنافسه والقوه. بروسيا دورتموند اتمنى له ظهور بشكل قوي، واتمنى ذلك واعتقد ذلك ايضا انه سوينا. كارل هاينز ريدلي طبعا نجم المنتخب الالماني، ليفربول وتوتنهام وليفربول السابق، بشكرك شكرا جزيلا، سعداء جدا بانك كنت موجود معنا على شاشه النادي الاهلي. فقراتنا في السادسه مع حضراتكم ما انتهتش، وحوارنا عن اللي فات تحديدا مباراه امبي واللي جاي، وده الاهم بالنسبه لنا سواء في بدايه موسم مشوارنا في الكاس عندنا ماتش مع بيراميدز، او مشوارنا في دوري ابطال افريقيا مع جندرمري ناسيونال من بطل النيجر. هيكون ممتد في السادسه مع محلل الفني شريف سالم، هيكون ضيفنا في السادسه بس بعد الفاصل.